جاهزين؟ رجعنا. يعني إذا بدنا نحكي عن الفرح، الفرح مرسوم كله فيها. إذا بدنا نحكي عن السما وعن نقائها، موجود بعناية. أنا وياكم رح نروح نشوف أصفى عينين وأطيب قلب عند تيتا فرحة. ست فرحة. نعم. الله معك. أهلين أهلين أبونا. أهلين. الله يخليك طول عمرك. خلي لنا إياك. كيف صحتك؟ نشكر الله، كيفك انت؟ الحمد لله، قاعدة حلوة بالعصرونيات. طمنيني عنك، صحتك منيحة؟ كتر خير الله. يا خي شو الناس يصير معنا غيرك؟ صرنا كبار بالعمر. اسم الله، وبعدك حلوة يعني. وتعبانين كثير ومخلفين كثير. إذا تعبانين كثير ومخلفين كثير وبعدك هلقد حلوة، يعني كيف وقتك انت صبية؟ يعني كنا حلوين، كنا بالزمن. وبعدك حلوة. ايه اول شيء انت بنت رميش صح؟ معلوم. خلقاني ايه. هون؟ خلقاني ببلد اسمها الخربة سموخ يا فوق. كان حياة بي قاعد لحاله فيش حدا غيرا. اف. وفي حدينا عرب. ايه. كانوا هالعرب يشاركونا يرعوا بالبقر ونحن البنات نرعى معهم. ما كانش عنده بي صبيان بالاول. احنا خمس بنات. اسم الله. ايه ونرعى مع الرعيان ونروح ونحلب. ايه. ونزرع دخان ونزرع قمح وحمص. كنت عم تحكي شوي بدوي هلا دخليك؟ لا بيحكي مثل عنا هو. لا مثل عنا. وقتا كنا عند العرب كنا هيك صغار يعني. ايه. وعشنا احنا وياه. قديش عشتي؟ كم سنة؟ ولا كان عمري شي 11 سنة وقتا اللي نزلنا. اوف 11 سنة منيح يعني. ايه ومي فيش. تروحوا خواتي التنتين الكبار شي ست ساعات تيوصلوا وييجوا. ايه. يملوا للبقر ولا لهذا. قالت له امي حرام يعني عندنا هالبنات بكره بتعرف الزلام. ايه. حدا يحكي عليهم، حدا يطب عليهم، بدنا نرحل منهم. ايه. بالعيد بالعيد الكبير نيجي نعيد هون عند عمي. اللي عم اسمه يوسف. نعم. نحول عنده نقعد السبت وحد ويوم الاثنين نروح على بيتنا لفوق. اها. رجعنا قعدنا هون بس نقلنا من هونيك عند دبي بيت حد الكنيسة دغري بجيران الكنيسة يعني. ايه مجار الكنيسة. ايه. ايه هون وقت نزلنا خمس بنات وبقاش في حمامات. ايه. قالت له امي ايه كيف بدنا يقعدوا بنات يقعدوا حد الكنيسة. ليش؟ ايه نزلنا حياة بي بهي الحكورة. عمل هيك كبيرة عمل عريشة. وقعدنا فيها. قعدت سوني كسكن. ايه قعدنا. هلا انت كنت عشت 11 سنة انت صغيرة. ايه. مع العرب صح؟ ايه كيف لك. ايه. بتحب الاغاني البدوية؟ كيف لك. ايه. يلا سمعينا شي هيك. انا ما بعرف والله ما بعرف غنيني ولا في غني وحادة خيي متوفي. اوف الله يرحمه. قديش صار له؟ صار له شي سنة واكثر شوي. الله يرحمه. كان بده يعمل خوري و... وقفتوا انتوا ومنعتوا؟ لا والله هو راح على فرنسا اختلفوا والمطران وتعلم وعمل دكتوراه. أه. ومش قليل و... ايه. ايه وتجوز واجا قاعد هون بلبنان. ايه. من اول صار عنده شيء مرض هيك حرام. كنت عم بحكي مع ابنك من شوي. نعم. قال لي انه انت عندك اخبار كثير مع اختك بدر. ايه اختي بدر. قاعده هون؟ ايه هون قريبي عم بقول لها اني خليه يروح لعندها لانها كبيره اختي يعني. ايه. في بيني وبينها 3 سنين. اوكي. بس ايه. شو هيك خبرينا شي خبريه من زمان صايره معك انت وبدر كنتوا تعملوا كثير دروبه بالعالم؟ لا والله انا كبيره انا اكبر منها وكنا نشتغل دائما نزرع دخان ونحصد ونزرع قمح ونزرع حمص ونزرع فول. اه. من هيدا عايشين. ايه. ايه وبتعرف كبرنا تجوزنا كل واحد لحاله. يلا وكل تجوزنا من بعد ما خلصنا. ما خلصنا. ايه. انا اصغر من التنتين تجوزت قبلا. ايه. انا اول واحد تجوزت عنده. اها. ايه وصار نصيب وتجوزنا وقعدنا هون. جوزي ما كان يعني عنده هذا طرش الاخر غنم وبقر وما ادري شو
وجينا في الشي يعني فقر. وعندنا اسم الله عيلي 10 أولاد. اسم الله عندك 10 أولاد كلهم مجوزين؟ كلهم مجوزين. خي خي صبيان وبنات. حفظتي لهم أساميهم كلهم بعدك ذكرتيهم؟ كيف لك؟ يلا عديهم. فيكتوريا. فيكتوريا. سميرة. سميرة. المرحوم سعيد هذا توفى ابني. المرحوم سعيد. سعيد. سمير هذا. سمير. حنة. حنة. جورج. جورج. كمال. كمال. فؤاد. فؤاد. جوزيف. جوزيف. توني. وتوني. ايه. يخزي العين. ايه. أولادهم. أولادهم صدقني بني بألمانيا وأجينا ما بعرف أسميه. أبدا ما بيجوا على لبنان؟ بلا بيجوا كل مدة يعني بس ايه. يجوا هديك اليوم وعدوني إن يجوا يشوفوني ما بعرف ايه. بس المرحوم سعيد عنده 10 الله. اسم الله. إيه عسكري كان. اسم الله اسم الله. كان مؤهل بالجيش. أها هلا أنت اسمك فرحة. نعم. مين سميك فرحة؟ بي جد. إيه ما سألتي شي مرة ليش سميك فرحة؟ بلا. شو قالك؟ بيي بده يشابن ابن عمته بده يتجوز. ايه يوم الحد بده يتجوز انا خالقه الجمعه. اه ايه ما عادش يقدر يشابن لانه بقاش مين يعمل الاكل للعريس. نعم. ايه سموني فرحه لاني خلقت بالفرح. خلقت بالفرح ان شاء الله كل ايامك فرح. تسلموا انتم ان شاء الله تضلوا فرحانين ومبسوطين بلبنان. الله يخليكي. هالاراضي انت بتهتمي فيها؟ أولادي يعني ما من يوم ما توفى جوزي كان سمير من غير شر بالسعودية. ايه. وقال كيفك تضلي أنت هون لحالك بعدني كنت صبية أنا. نعم. وتشتغلي هون؟ لا تروحي مع الناس. رحنا قعدنا ببيروت قعد شي 14-15 سنة ببيروت. رجعت جيت لهون. ايه. طب هلا أنت صيف شتي قاعدة هون؟ ايه. في شو بتعملي بالشتوية؟ قاعدة. طيب كيف ما بتسقعي كيف بتحطي؟ كيف لكان مشعلين عندنا صوبة. اها بنحط مزيوت فيها وعندي صانع. صار لي 6 سنين عندي صانع. ما عادش في اشتغل لاني كنت مريضة كمان. يعني انت اليوم على المزيوت الوجه تبعولك؟ ايه. مش حطب؟ لا ما عادش في حطب. بقاش في حطب؟ بالاول بقينا نخبز على الحطب نغسل على الحطب كل شغلنا على الحطب. ايه. ايه يعني من 7-8 سنين ما عدنا شيء. اها. ما انا بقول لك كنت انا عندي مرض راسي ضل يوجعني وسكنت ببيروت. بس سكنت ببيروت وجعك راسك؟ لا هون وجعني راسي. اوكي. يمكن فيش حكيم ببيروت لشايف لي راسي. ومسح اخر حكيم قال لي يا بنتي لشو عم تحطي مصرياتك؟ ما عندك مرض. ايه. بدكش تحطي ذاك بالمي السخنه، بدكش يعني تكوي، بدكش تخبزي، بدكش تغسلي. ايه جبنا غسالي وخبز صرنا نشتري. ايه. بس ارتحت وكنت ضعيفه بتعرف كل سنه تخلف الواحد. ايه. ايه بس هلا بهيدي الايام عاده اللي بتولد بتصير تنصح وخايفه على حالها، انت بالعكس؟ لا انا ولا كنت مريضه. ايه. لانه كل سنه يصير عندي مشكله. اوكي. وعندي عيالي ما اقعدش بدي اخبز بدي اطبخ بدي غسل وضبط بالبيت وعندك بدي اسمال ضبط بالبيت بدي حمام اولادي. ايه بعطيني البنت. هي البنت تجوزت صغيره كمان. كان عمرها شي 15 سنه. اف انا عندي بنتين. ايه بس بنتين. هي فيكتوريا وسميره مجوزه بروشيل الفخار. اها. ايه طبعا هلا هم علي. تيتا فرحه؟ نعم. بتروحي على القداس نهار الاحد؟ ولا بقيتني ولا يوم الا قدس بس صار لي 2 سنين مش عم بقدر اروح. مش عم تقدري صحتك ما عم تسمح لي؟ لا ما عادش اقدر امشي بيجي الخوري خطرات. ايه خوري جوهر. ايه يجي بيناولني الله يرضى عليه ويوفقه. ايه حضرتك جبتي 10 أولاد. نعم. اليوم في كثير صبايا ما بدهم يتجوزوا او بيتجوزوا ما بدهم يجيبوا اولاد. ما بدهم يجيبوا اولاد لانه غلى. اول شيء المعيشه غليت. وكمان ما بدهمش ينزعوا صحتهم ما بدهمش ينزعوا. شو بتقولي لهم انت؟ دخله لك ما زال ما بدك تعمل عيله وتخلف لشو تتجوزي؟ بس شهوة نفس الانسان لا حرامي. اوف حلو. لازم الواحد يتجوز ويعمل عيله وتصلي وعائلة مسيحية. أه. ايه. يعني اليوم اذا اللي بده يتجوز ما بده يجيب اولاد لشو؟ حرام. حرام، لشو يتجوز؟ ايه. هي انا تجوزت عند طرف قد كان عمري 14 سنة. اوف. وربيت عيلي ونشتغل بالليل وبالنهار
والحمد لله كفين حالنا، يعني ما اقول لك ما عندنا مصاري لا. أيه. انه اي شيء اول باول. أه. واولادي كلهم مجوزين وكلهم عندهم اولاد. أه. والمرحوم سعيد عنده 10 قدي. نعم. وهي الحمد لله عايشين اولاد وكلهم تعلموا وتجوزوا واشتروا بيوت وكثر خير. وهينا عايشين. بتجي البركه، ما بقولوا مع الولد بتجي البركه. ايه. الولد بيجي بتجي رزقته معه. بتجي رزقته معه. يوم وكلها راضعين من هالبزاز. ولا بزماني عامل يقنيني لولد. ايه. اليوم لا يروح بيرضوش. ايه. خايفين، خايفين على صحتهم. شو صحة؟ انت عارف اللي بترضى ما بيقعد في مرض بصدره. ايه. ايه حرام تحرم الولد من صدره الواحد. حكيم رحت انا وكنتي لعنده. يفحص الصب اسمه الصليب عمره 14 طلع 8 كيلو. اسم الله ب 14 8 كيلو. ايه. قال لي يا بنتي انت شو بتطعمي لابني؟ ايه. قالت له من هالصدر. ايه. قال له ولك فلتحيا البطن اللي حملك. هادي مره. اها. ايه. هاي ست. ايه كنتي مش انا. ايه. انا كلنا مرضيت. ايه. ولا ولد هذا ابني صمير بالصدق يعني اسا سنتين ونص راضع من صدري. ايش اسم الله يخزر عين. ايه كيف لك؟ دخلك عم بيقطفوا، شو عم بيقطفوا عندك؟ هذا عنابي بس راحت والله كانت حاملة. ايه. كلنا أبو الله يوفقهم الأولاد. اه. مش أولادي يعني، مين ما مرق يلا. بيستحلي. ايه صحتين. صحتين. ايه. إذا أنت بيتك كان مفتوح لكل العالم، نفس الشيء الرزقات صح؟ احنا أنا راضي على بيت مفتوح. أه. حياة بي كان قاعد. ايه. يعني ما بقول لك بهي الخربة وفيش غيره. ايه. فاتح بيته للرايح وللجاي. أه. ونزين هون أما المختار. ايه. يجي واحد غريب يحول عنده، يجي المطران يحول عنده، يجي رئيس البلدية عنده. يعني أيام ما ايه مرسي لا أنا أنا وياك حبة لإلي حبة إلي. مرسي. أنا سناني مش منيح. وأنا كمان. إيه معودين على هالإشي إحنا مش في عندك ناس كيف ضعيف كيف بدي يعملوا قهوة كيف لا إحنا من الصبح بنعمل قهوة بلا ما يجي لعندي ناس ما في يشرب. طيبين هالعنبات. هدي كتير طيبة. بينعمل منهم شيء دخلك مربى. لا هدول ما بعرف والله إحنا بس للأكل. للأكل للضيافة. إيه هذه شو الشجرة دخلك يابسة حاسسها. هادي لا مش يابسة شو بعرف ايش بقولوا لها. هاي كمان حمبليس اللي بالوجه هون. هي كثير طيبه الاخر حبيتها هيك. اه قد العنابه تهتمي فيهم اوقات هيك بتطلي طليت على ما انا بضلني هون قاعده على الكنبه. على هالكنبه كل النهار؟ لا بفوت على البيت وبطلع. ايه ما عادش فيي اروح لعند حدا. شو طبخت اليوم؟ اليوم كوسه. كوزا ما انت نقرتيون؟ لا والله انا مريضه. اه بنتي طبخت وجبت من بيتها. عملتيهم قاطع يعني ولا لا لحم؟ مع لحم اليوم ما هو الخميس. اه اليوم الخميس وبكره بتقطع. ايه ايه برافو. اربعه وجمعه ما بناكل لحم. من ايمتى هيدي عيد جديده ولا من زمان وجاي؟ لا والله من زمان وقت كنا صرنا نشتغل. ايه اما اليوم لا انا قعدت 15 سنه بسن الفيل. يمكن ولا نهار فتتني القداس والله قداس وصلي وإسا اليوم في عندي صبي ببيروت متعبد. أيه. والله كل يوم بده يروح يقدس ويسناول بعرفش والخبرني كلها بتبعت له. هلا اسم الله أولادي كلهم تجوزوا إذا حدا من أحفادي قال بده يعمل راهب أو راهبة أنا بنبسط. تنبسطي؟ إيه أنا ليك الحق على الخبر ما تزعلش مني. لا يلا قولي. أبونا شو اسمه سن الفيل؟ جورج. لا مش جورج. حنا. أنيس. أنيس. بير أنيس. مطران كان. صار بالآخر مطران. ايه. بسوريا. مظبوط. أنا كنت هونيك. رحت له قلت له يا أبونا أنا عندي هالصبي وحابي أعمل أخوري. وأنا مرة أرملة ما فيني يعني أدفع عليه كثير واليوم اللي بده يعمل ابن أخوري بياخذوه على الدير. صح. بحطوه داخلي وبيعلموه. قال يا بنتي لا بدك تعلميه على حسابك وبعدين بنعمل خوري. ايه. قلت له انا وقتا بدي اعلمه على حسابي يمكن ما يعملش خوري. ايه. بس وقتا بكون بالدير هذا ابني ما تعلم بالدير بغزير. ايه. والله ايه كان بده يعمل خوري وما بعرف شو صار نصيبه وطلع. ايه. ورجع تجوز. ايه تجوز عقب ما سافر على السعوديه واجى لهون.
كان عمل استاذ مدرسي ما تعوقش كثير، انا مالوش خلق على الاستاذ. ايه قومي شوي انا وياك تدليني شو عندك شجريه بهالحوض. ايه يلا لتحت ولا هون؟ مثل ما بدك، بدك مننزل؟ لا انا والله مش غدي. مش رح تنزلي؟ قولي معك يلا. هيدي عنابه. هيدي اللي هونيك عنابه. ايه هيدي والله مش عارفه شو اسمها، زرع ابني. هديك عنب. عنب حامل؟ اه اسم الله حامل. ايه هيدي عنب. ايه وهي هدول الشجرات الصغار عنب، وهي تفاحة. وهي تفاح. وهي تفاح. هي عنب ولا بندورة هالشجرية الصغيرة؟ هيدا بندورة. ايه هيدا بامي. بامية. ايه هي باتنجان لك واني شفتها حاملة. ايه هيدا باتنجان. ايه وهي حر. ايه فلفل. هونيك على الاخر شو؟ كوسة. كوسة. السنة عم تزرع، أنا صار لي سنتين مش عم بنزل لتحت. ما في أبدا. خايفي بقع، خليني ضلني صيغة هيك منيح. برافو هيك. ايه. شو بعد عندك شيء بتقولي هيك؟ هذا آخر سؤال لإلك. شو بتحسي في شي شغلة بحياتك كنت حابة تعمليها وما قدرتي تعمليها؟ وإذا بتقدري هلا ترجع تعمليها من جديد، خبريني. والله ماني دايري بالي إلا الهم وتعب وركض. وبدي أعلم أولادي وبدي ربيهم، غير هيك ما في. من وقت ما وعيتي يعني؟ إيه من يوم ما تجوزت. من يوم ما تجوزت إيه ما في فكري روح حتى على راس ما روح. ليه ولا القداس كنت روح؟ أدي كان عمرك وقت تجوزتي؟ عم بقول لك 14 سنة. 14 سنة ترى أرملتي كنت صغيرة بعدي؟ إيه والله صار لي 44 سنة أرملة. أف إيه يعني أولادك وقت توفى جوزك كانوا بعضهم صغار. إيه انت كلهم جوزتيهم؟ ايه الحمد لله كلهم تجوزوا وتجوزوا فجيني ايديك وعم بيجوزوا أولادك. تعبانين منيح هالديات؟ معليش. ايه معليش. ايه معليش يتعبوا. ليه؟ فرمال الله من ربي أولادنا. اها شو لك ايه؟ هيدا كان يتعلم بغزير وندفع عليه. الصبي الثاني كان شو اسمه هي البلد مش داري بالي. ايه إلا. كمان كان يتعلم من ندفع له. كله من تعب هالديات. كيف لك ايه؟ ايه خي. واحد بعنبل وواحد بنت جبال يتعلموا. نروح على المكتبة ناخذه كله دي تيقوم الدخانات. ايه. بس يقوم الدخانات جوزي ما بيتعرف على هيدا الشيء. اه. بقول لي ما خصني. روح انا بتحق الدخان وابرم على المطرح ماني جاي بسده كله واجي على البيت. ويوما عمرنا هدول. بالصدق احنا مسيحيه يعني. شو بتتمنى هلا شيء ربنا يحقق لك اياه؟ هي اخر سؤال لك. ما ربنا يعطينا الصحه. يعطيك الصحه. يعطينا الصحه والقوه ويخلي لنا اولادنا وبيزيدي علينا. امين امين. شو امين فينا غير نعمل هيك؟ لا نحن بنشكر ربنا يعني ويهدي بالنا وان شاء الله بيرمي الصلح والسلام بلبنان ويوفق شباب لبنان ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ست فرحة. نعم. أنا انبسطت تعرفت عليك. أهلا وسهلا. بتوصيني بشيء قبل ما أنزل على بيروت؟ شو بدي وصيك؟ أنت ما بعرف وصيني. وصيك سلامتك وتدير بالك علينا وتضل تطلطل علينا. الله يخليك. بقى بس بيجي المطران محولش اللي عند بيي. ايه. وين تلاقي عليه الناس لهونيك للوعرة؟ اليوم ما عادش العالم تفكر لا بمطران ولا بخوري. أنجا عم تقدر تفكر بحالها. اليوم كنا بالخربة فوق كنت أنا صغيرة. اسمه المطران شكر الله يمكن بتذكر. بقى يجي من لبنان يروح على فلسطين وهو جاي يمرق لعند حياة بيي. والله يا أزمه بس يوصل يجيب البيحة يذبحها ويعمل له عشاء وينام عندنا. كنا احنا هيك صغار يعني. ايه. ايه في أختي أكبر مني توفى. راحت جابت ورد من الأرض وقدمت له إياه وحكته كلمتين. فشوة ايه؟ انه كيف الطفل جاء. يلا انا بدي اقول لك انا بشكرك ورقيت مترافق انا وياك. ايه هيك تصلبي لنا قبل ما نروح على بيروت. نعم. ونوصل بالسلامه من بعد ان شاء الله هالزياره الطويله اليوم. ايه ان شاء الله بتوصل بالسلامه وبتضلوا مبسوطين وسالمين. الله يخليك. بدك شيء؟ وبيبعد اولاد الحرام عند كان ويوفقك. الله يخليك. مشاهدينا نحن مشوارنا بضيعة رميش خلص وكان من أجمل المشاوير اللي عشتها أنا وياكم. مشوار جديد وضيعة جديدة رح نكون عم نزورها وكبار من الكبار الضيعة اللبنانية مع تيتا فرحة. أنا بودعكم من ضيعة رميش حتى ألتقى أنا وياكم الأسبوع القادم بضيعة جديدة بمشوار
مع الكبار. ست فرحة بنشوفك بخير إن شاء الله، تضلك بخير يا رب. يلا بخاطرك، مع السلامة، الله معك.